إذا واش غيبقاو بعد المواقع الإلكترونية؟ لأنه إذا أزيل جوجل عن عرش محرك البحث راه ستزال معه مجموعة من المواقع. المدونات مازال فيها ميدان يدار واخا الذكاء الصناعي. دابا ولاو كيستخدموا الذكاء الاصطناعي باش يديروا واحد الكونتنت باش يحطوا محتوى في المدونات. اللي انا خايف منه هو واش غيبقاو المواقع الالكترونيه مع الذكاء الاصطناعي. دابا كتجي شات جي بي تي اللي سولتيه كيجاوبك، واش الناس باقي غيدخلوا لي سيت؟ تصور معايا انه شوفوا كنت عقلتوا على واحد الفيديو، عقلتوا واحد الحلقه واحد الفيديو كنت درته في يوتيوب، درته مع 2015 وهضرت فيه على الذكاء الاصطناعي ووحش واش الاله غادي تنقلب على الانسان. واش عقلتوا؟ والله يطرش عليها بالله. وكانوا تيقولوا لي انت ملحد، انت داير عطي غير عطي بداو عليا انت ملحد. ما عقلتش على العنوان ديالو، قلبوا عليه في القناه المحترف. واش الاله غادي تبداو عليا انت ملحد، انت هذا انت. المهم ما علينا. دابا الذكاء الصناعي واش غادي يكون فيه مستقبل؟ اولا مع المواقع الالكترونيه، لانه دابا انا كيبان ليا حتى هو هادشي ممكن، لانه غادي دابا هاد شات جي بي تي مع المستقبل غيولي واحد الانسان غيديروا لك صوره ديال الانسان كيتحرك وتا يهضر. ما صعيبش عليهم يديروا هاد القضيه، ما صعيبش عليهم، لان اللي صعيب هو اللي كنشوفوا حاليا، هو هاد الموقع بهاد الزخ ديال المعلومات اللي فيه حاليا. غادي نولي كنقول ليه اعطيني الاخبار ديال اليوم، راه وقع هنا دار هنا تتتيت هنا وقع هنا جبد من هنا تجيز هنا تفعل هنا ترك هنا، فهمتيني؟ غنبدا نقول ليه عافاك عندي واحد المشكل ديال هادي جاوبني على بدا لك طنطن. واه دابا حاليا وليتي كتخدم فيه في هادشي. اذا واش غيبقاو بعد المواقع الالكترونيه؟ لانه اذا ازيل جوجل عن عرش محرك البحث راه ستزال معه مجموعه من المواقع. ان الناس اللي بغات يقلب في جوجل دابا راه يولي ما بقاش يقلب في جوجل، يولي يقلب في شاط، واش فهمتي؟ انا هادو هما اسئله اللي كنطرح حاليا، ما عرفتش واش هاد الاسئله اللي كنطرح هي زعما ممكن انه في المستقبل ما يكونش هادشي اللي كنقول، ولكن هادشي اللي تيبان لي انا والله غير يعني اللي تا واش الاي سي او دابا الاي سي او واش غيبقى كدومين واش ما غيبقاش؟ الناس اللي عايشين دابا من الاي سي او واش غيبقاو من هنا لقدام ولا ما غيبقاوش؟ داكشي علاش نقولوا دائما لا تطع بيضك في سله واحده وانما نوع المجالات، وديما دير الاوفلاين، ديما انفيستي في الاوفلاين. علاش انفيستي في الاوفلاين؟ لانه الطيله طاح الاونلاين تيهزك الاوفلاين. ديما تكون كتدخل الفلوس من الاونلاين دح انفيستي في الاوفلاين باش الا طيحك الاونلاين يهزك الاوفلاين. خويا انت ما عندكش مع البشاريع والاوفلاين وداكشي، سير اخويا شري غير الكراجات، شري بلاطويات بيرو، شري واحد فهمتي وكري، هو هادشي اللي كاين.